عملية نضج الثمار بطريقة طبيعية بيولوجية دون اللجوء إلى التعطيش. تلاحظون أن ثمار الحوامض بدأت تنضج ويصفر لونها، والمعتمد في هذه الطريقة على عامل طبيعي بيولوجي دون اللجوء إلى تعطيش الشجرة. أهلا بكم إخواني أخواتي في فيديو جديد، ونلتقي بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناة بيجان بيو بيرماكولتور للزراعة المستدامة، الزراعة البيولوجية. لاحظوا بالنسبة للحوامض حجمها لا زال يزداد. طريقة نضج الحوامض دون اللجوء إلى عملية التعطيش. هذه الطريقة إذا ناجعة جدا لكي يصفر لون الحوامض دون اللجوء إلى عملية التعطيش، وكذلك زيادة حجم الحوامض واصفراره. إذا طريقة ناجعة جدا، ما عليك إلا أن تعود إلى الفيديو السابق والذي قدمت فيه طريقة جعل الثمار تكبر، حجم ثمار الحوامض تكبر، وهذا الفيديو هو نتيجة للفيديو الأول وهو تابع له، وصول ثمار الحوامض إلى النضج وإلى الاصفرار بهذا الشكل، وطبعا دون اللجوء إلى عملية التعطيش. كذلك حمل ثمار أخرى وحمل الزهور،
وكأن شجرة الحوامض تخرج كل ما في جعبتها ليكون إنتاجها تاما بإذن الله تعالى. فما عليكم إلا أن تنهجوا هذه الطريقة الناجعة وسيبلغ إنتاج حوامضكم هذا المد وهذا النضج وهذا الاصفرار. لاحظوا معي مثلا كيف كانت حبات الحوامض في الفيديو السابق. لاحظوا كيف كان حجم الثمار وكيف كان التزهير في الفيديو السابق الذي تناولت فيه موضوع زيادة حجم الثمار، كيف ستصير أو تتحول بعد استعمال منشط النمو. كذلك بالنسبة لشجر الحوامض البرازيلي البونكان، لاحظوا إذا أنتجت لأول مرة، وكذلك حوامض أخرى. هذا صنف من الحوامض وهو من الصنف النادر ويسمى البونكان، لأول مرة ينتج بعد سنتان. هذه الشجرة لها عمر سنتان وهذه الشجرة لها عمر ثلاث سنوات ونصف إلى أربعة. هذه الطريقة يمكن استعمالها لجميع الحمضيات. كذلك بالنسبة لشجر البرتقال، جميع الحمضيات يمكن أن نستعمل وأن نلجأ إلى هذه الطريقة. ما عليكم إذن إلا أن تعودوا إلى الفيديو السابق، ففيه الشرح الكامل للطريقة التي أنصحكم بها. إذن هذه الطريقة هي بإذن الله تعالى ناجعة لنضج الثمار، ويمكن تطبيقها على جميع أنواع الثمار للحمضيات دون اللجوء إلى صيامها أو تعطيشها خلال فترة معينة. هكذا إذا إخواني أنتهي من هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.